هو ده.
عارف ان انا ممكن اكون موجود في الاستعداد عشان الاستعداد اكون مرتاح فدي ادتني نفس الاحساس ان انا موجود موجود في نادي الزمالك جاي بروح الشرير الزمالك مع نفس الوضع هنا في السعوديه مع جماهير العاشره والدوله جماهير كنت اتمنى ان انا اكون يعني وانا بلعب ان انا اكون متواجد في نادي الزمالك الحمد لله ان يكون جاي الحمد لله يكون عن طريق الانديه وان شاء الله ممكن يعرف العقد ممكن يتكلم فيه انما لما يعرف ان المعروف
يرد عليا بس، واي حد لعيب تاني لو جنيه زياده ممكن اي حد يروح، انما انا حبي وهفضل اقولها للنادي الاسماعيلي هو ده اهم حاجه عندي في حياتي.